الموتوسيكل اللي برا لقلكم؟ ايه يا حبيبي لا لا شو فيه؟ في شاب كان عم يسرق موتوسيكل هلا. شو؟ يلا نلحقهم. لا يحيى خلص خليك هون، امشي مع انت، امشي مع. من ورا نزل زون، نزل زون من هون، من هون. ولا لا 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 لا، شو هالحكي هيدا يا ابو الزين؟ شو هالحكي؟ ليك كم مرة قلت لك تعال نشتغل سوا، بس انت عنيد ما بدك. ولك بدك ياني اشتغل مشلح على الطرقات ولا ابو الزين؟ ولا انا وديع ما بيمشي معي هالحكي. شو صاير عم تتمسخر على شغلي كمان؟ لا يا حبيب خيك ماني عم بتمسخر، بس يعني كيف بدي اقول لك اياها، كيف بدي فهمك بطريقه تانية؟ كل مين بيغني على مواله، شغلي غير شغلك، فك عني بقى. ليك قول بهيدي الشغله معك حق، النصاب بتكتيك وبيسحب المصاري، بينما نحن معطرين يا كبيرنا نعيط نصرخ نهدد يا خيي، بس انت حي من تحت التبن، بتحفر 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 بترجع بتسحبها للمصلحه. طيب خليني أعزمك على كباية باردة لتبرد قلبك مني. وقت بدي حبيبي بطلب حسابي. وبعدين نسيت امبارح شو عملت فيي؟ مش امبارح مدت ايدك علي؟ أو صاير على المشاكل الكتير اللي عم تفوت فيها عم تنسى يا أمور؟ طب ليك يا ابو الزين يا حبيب خيك، انت ليه ما بدك تعطيني اغراض صاحبي؟ شو بدك من الاخر؟ المصلحة هيك بتحكم. لك انت مصلحتك كم ليرة وفكت يا عرب، قلي شو اللي غير لك رأيك؟ يا وديع يا حبيبي، لك انت صاحبي بس نحن اتنين حرامية مثل بعض، فما في لزوم نعلق على الكلمة. للحرامية منن رجال؟ ما لهم كلمة؟ ما تكون انت هيك وما لك كلمة. لا يا حبيبي انا رجال وكلمتي كلمة كمان، بس مع الزلمة المحترمين. بعدين ليك سؤال، مش انت اللي قلت لي انشله لصاحبك وما قلت لي رجع له ما ترجع له؟ او حاطط عينك على رزقي يا وديع؟ ولك انا قلت لك تاخذ له باسبور، وانا قلت لك تنصب له مصرياته وموبايله. رزقه وجدتني يا كبير، شو بعمل بكبة؟ طيب ليك يا ابو الزين يا حبيب قلبي، اذا انا جيت حكيتك بالحسنى وقلت لك بدي غراض هالزلمه، شو بتقلي؟ لك تكرم عينك، 10,000 دولار هيدي بالاول. والموبايل؟ الموبايل بدي اياه هيك حابب اتشرب رأفي. شو لك معي خيي؟ لا انت زلمه حتى يصل تعرف على الدكتور بايه، وانت واحد زبالي يلي بده يطلع بايدك يطلع باجرك كمان. لا هيدي كبيره يا ابو الزين. هيدي تمنها غالي. نفذ العملية بسرعة. صباح الفل يا اسطى. بالنتيجة أبو الزين خطف يحيى، وهيدي كانت المشكلة الأساسية صح؟ مش هون كانت المشكلة،
كيف يعني؟ المشكلة إنه أبو الزين خطف يحيى بظرف صعب، لأنه ما كان عارف شو بده يعمل فيه، ما كان عارف كيف بده يستفيد منه. بيحصل ده جزء من الخطة؟ مستحيل يكون أبو الزين جزء من الخطة، ده شخص غبي جدا. ولا معقولة دور يكون سرقة الباسبور علشان يضمنوا وجودي تحت عينيهم؟ لما خطف يحيى أنا هون فات على حالي، وحسيت شيء أول مرة بحياتي بحسه، حسيت اني خايف على اخي وديع. والميله تانية حسيت بالذنب تجاه يحيى، هذا كل اللي صار معي.